بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اهلا بحضراتكم في يوم جديد من قناتي ارضنا على سطحنا، معكم احمد او حشيش. النهاردة الصورة طبعا اللي حضراتكم شايفينها دي صورة طماطم من عندنا اورجانيك من على السطح، بنسمدها باللي انا هوريه لحضراتكم حالا. شوفوا حضراتكم ازاي حجم ثمار الطماطم اللي حضراتكم شفتوه ده، وصلت له من على السطح بتاعي بتسميد اورجانيك يا جماعه. وانا اتكلمت معاكم والكلام ما فيش فيه اي غش تماما، انا لا استخدم اي مسمد كيميائي بالمره. امال ايه الاسمده اللي انا بستخدمها على سطحي عشان احقق هذا النمو اللي حضراتكم شايفينه، اللي بفضل الله نمو الحمد لله ان هو عاجب حضراتكم وعاجب ناس كتير في تحقيق هذا النمو الخضري اللي عاملينه من كل هذه الثمار اللي حضراتكم شايفينها من على السطح. تعالوا اوري لحضراتكم ثلاث انواع من السوائل او ثلاث انواع من الميات اللي انا بستخدمهم لنباتي في تسميده، وان شاء الله رب العالمين النتائج اللي حضراتكم شايفينها دي بفضل هذا المسمد وطبعا بفضل ربنا ورعايته، و يعني الحمد لله رب العالمين. نسأل الله ان يكون ده سبب من الاسباب اللي حضراتكم يعني بتؤدي لازدهار نباتنا بهذا الشكل الجميل. طيب هنشوف حضراتكم كده هذا السماد اللي حضراتكم شايفينه انا بعمل به ايه، او الالوان بتاع المية دي كل واحدة فيهم بتدل على ايه، كل واحدة فايدتها ايه، واستخدمها امتى للنبات. بصوا يا جماعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا قبل كده 100 مرة بصلاة على الحبيب قلبك يطيب. بصوا هذا السماد الرهيب القوي جدا جدا جدا، هذا السماد الذهبي اللون اللي بيميل للون البني. هذا السماد حضراتكم حضرته معايا كذا مرة، ده اسمه سماد شاي الكمبوست. شاي الكمبوست يا جماعة او زرق الحمام او اي فضلات من الطيور حضرتك بتستخدمه، هذا السماد غني جدا 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 بعنصر النيتروجين، ويؤثر في النمو الخضري والمجموع الجذري للنبات بشكل كبير جدا جدا جدا. يبقى اول نوع عندي من الاسمدة اللي هو هذا السماد، هو سماد شاي الكمبوست، وبستخدمه بصفة دورية تماما لنباتاتي. نأتي لهذا النوع الثاني حضراتكم حضرته معايا بردك، في سماد اسمه موز الحليب. حضراتكم ده سائل اللي لونه اصفر ده عبارة عن منقوع قشر الموز اللي هو حضراتكم شفتوه معايا، وكنت اضفت اليه بعض الخميرة عشان احصل عليه. طيب هذا السماد فايدته ايه؟ هذا السماد بيحتوي على عنصر مواد كبيرة جدا 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 من عنصر البوتاسيوم، نسب كبيرة من عنصر البوتاسيوم، وعنصر البوتاسيوم حدث ولا حرج. البوتاسيوم يا جماعة كل حاجة للنبات، البوتاسيوم نمو خضري متميز، البوتاسيوم حجم للثمار متميز، البوتاسيوم نمو تزهير وقوي وتثبيت لحجم الثمار. هذا النوع الثالث من المياه المية البيضة. هتقول لي حضرتك دي مية ايه؟ اقول لك دي مية حنفية عادية، بس انا ما برويش من الحنفية خالص يا جماعة، عمر ما بستخدم مية الحنفية. حضراتكم شفتوا قبل كده مرة واثنين وثلاثة عندي براميل بملاها، عندي ثلاث براميل بحط فيهم مية وبنقع المية دي، لازم يفوت على المرور عليها في المية مش اقل من 48 ساعة. طب ليه يا جماعة؟ عشان هي بتحتوي على غاز الكلور، وحضراتكم طبعا ده بيبقى سام للنبات، لو استخدمته في ري النباتات متتالي من الحنفية من حنفية هتلاقي ان نباتك بيتدهور وبيرجع لورا وبيموت بعد كده. يبقى حضرتك عندك ثلاث انواع من الاسمدة لابد ان يحتوي سطحك عليهم. ويا جماعة بالخبرة والله في اول زراعاتي اللي حضراتكم شايفينها دي كنت برضك ناس قالوا لي استخدم ان بي كي، استخدم يوريا، استخدم اسمدة مختلفة ومتعددة، واستخدمت منها بعض منها واتت نتائج عكسية تماما وموتت نباتات كتير جدا جدا عندي، وخسرتني سنة بحالها بسبب استخدام الاسمدة الكيميائية على السطح الخطيرة جدا جدا، وخاصة يا جماعة اليوريا، وخاصة اليوريا. يبقى يا جماعة النوع الرابع من المية اللي انت حضرتك بتستخدمها، النوع الرابع من المية حضرتك بتستخدمه كسماد رش ورقي على النبات، وعملته مع حضراتكم كذا مرة قبل كده. السماد ده هو سماد الخميرة، سماد الخميرة
بيستخدمه حضرتك رش على نباتاتك بشكل يعني متكامل، ما تسيبش ولا ورقه اثناء الرش. حضرتك اي نبات ايا كان بترشه، وسمان الخميره اللي حضراتكم طبعا جهزتوا مع حضراتكم في مرات متتاليه قبل كده، شفتوا حضراتكم بنجهزه ازاي. هذا السماد اللي هو مفعول السحر. واقول لحضراتكم على تكه صغيره ممكن حضراتكم تعملوها معايا لو حضرتك عايز تعمل سماد مبهر بشكل كبير جدا يا جماعه. لو انت عايز تعمله سماد ورقي ويديك نتيجه مبهره يا جماعه، انت ممكن حضرتك هتعمل سماد الخميره اللي انا كنت عامله مع حضراتكم، اللي عايز يرجع لفيديوهاتي في القناه هيشوف وانا بكون سماد الخميره بكونه ازاي بالتفصيل. هتضيف لي على سماد الخميره يا جماعه منقوع من قشر الموز السائل، يعني حضرتك هيبقى في العبوه دي جزء من سماد الخميره اللي حضرتك عامله منقوع لمده يوم. وهقول لحضراتكم ان شاء الله قادمين على طريقه لسماد الخميره مختلفه تماما 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 عما سمعتمه في اي مكان قبل كده. المهم حضرتك هتحط سماد الخميره وتحط لي عليه كوبايه او كده في هذه العبوه من سماد قشر الموز، وهتشوف نتيجه مبهره على نباتاتك بشكل كبير جدا 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 يا جماعه. طيب الرش ده يا جماعه في الايام اللي احنا فيها دي يفضل ان انت حتى لو مش بترش للتسميد رشه، عشان حضرتك تحصل على تنظيف للاوراق، وخاصه ان انتوا شايفين حضراتكم ان في عواصف في هذه الايام. النهارده 28/5 والجو فيه عواصف شديده، وحضراتكم شايفين الهواء من ورايا، فدايما نضف نباتك عشان الصخور تكون مفتوحه والنبات يكون بينمو نمو جيد ان شاء الله. يبقى يا جماعه انت عرفت دلوقتي الاربع مكونات اللي انا بستخدمهم على سطحي عشان يحققوا لي نمو خضري زي ما حضراتكم شفتم. هذا النمو الخضري مو احتوي على اربع الوان اساسيه، اللون هذا الذهبي اللي يميل للبني شويه، حضراتكم قلنا شاي الكومبوست ده اساسي على سطحي. اللون الاصفر شويه ده لون منقوع قشر الموز، ولو حضراتكم تضيفوا عليه رز ابيض يكون مبهر. دي المايه البيضاء، والمايه البيضاء على فكره يا جماعه بتحتوي على عنصرين مهمين جدا، الهيدروجين والاكسجين، وهم بطبيعتهم مسمد للنبات حتى لو كانت ميه بس. هذا الرابع المسمد الرابع وهو سماد الخميره او منقوع الخميره، وقلت لحضراتكم ممكن تضيفوا ليه قشر الموز. لو حضراتكم الفيديو ده عجبكم يا ريت، لو انتوا حضراتكم من اول مره تشوفوني اشرف بحضراتكم، انا احمد وحشيش في قناه ارضنا على سطحنا، تدعمونا بالاشتراك معانا. ولو حضراتكم من المتابعين الاعزاء يا ريت تدعموني باللايك الجميل عشان اوصل المحتوى ده ويصل لكل محب لزراعه الاسطح ويستفيد من هذا المحتوى. شاكر لحضراتكم حسن متابعتكم، وان شاء الله التقيكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.